ده حقيقه طبعا، زي ما كابتن هاني بيقول يمكن النهارده في تطور كبير جدا في مستوى نادي سامبا، اللي بالمناسبه تم تحويله لشركه مساهمه من 3 سنين، وده كان له الحقيقه تاثيره على تطور هذا النادي. يمكن كان كابتن محمود الخطيب زي ما كابتن هاني بيقول كان بيستقبل هذا الوفد من نادي سامبا في شهر سبتمبر اللي فات تحديدا، وكان ده في مقر النادي في التتش، وكان الحقيقه يعني كان على راس الوفد ده باربرا جونزاليز الرئيس التنفيذي للنادي، مالومو اريك ده عضو مجلس اداره سامبا، كان بياكد ليهم كابتن خطيب انه دائما ما بيرحب النادي الاهلي بيرحب بخدمه انديه القاره السمراء، وده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي الحقيقه، انه دايما ينقل خبراته وكوادره في كافه المجالات لمساعده اي نادي، مش بس نادي سامبا، في اي مشروع سواء حالي او مستقبلي. صحيح. فهو ده اللي احنا دايما بنؤكد عليه. المهم كمان اللي عرفك قيمه النادي الاهلي الكبيره وقتها ان باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي لنادي سامبا قالت ان تواجدها في النادي الاهلي عملاق القاره الافريقيه دي حاجه تاريخيه، وقالت ان احنا في سيمبا بنسعى زي ما قلت لحضراتكم بنسعى الاستفاده من الاهلي في شتى المجالات، عشان طبعا النادي الاهلي هو استاذ القاره واحنا تلاميذ على لساننا، طبعا عايزين نتعلم من صاحب السبق الكبير في كل حاجه. الجميل كمان ان فريق سيمبا ومسؤولي نادي سيمبا بيقدروا قيمه ومكانه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وصدقوني انا ما بقولش كده يعني على سبيل الكلام وعلى سبيل التصريحات، لا يعني بعد تصريحات باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي لسيمبا واللي قالت في بالنص ان النادي الاهلي هو النموذج الحقيقي للانديه كره القدم في القاره الافريقيه، وتحط ما بين دي قوسين ليس فقط على داخل الملعب، يعني هي بتتكلم على النجاحات داخل الملعب، لا كمان خارج الملعب، يعني على مستوى الاداره، على مستوى الاداء الفني. هي قالت ان احنا هنا في القاهره بنستمتع طبعا بالتجهيزات والملاعب ومقومات النادي المختلفه، زي ما بقول لحضراتكم كانت اشاده، اعتقد اشاده في محلها، وزي ما قلت لك يا سام بدا نادي سيمبا زي انت بتقولي بدا عمل شركه مساهمه من 3 سنين بدا يحط رجله انه عايز يبقى من الانديه الكبرى في افريقيا، واعتقد عندهم هذه الامكانيات وهذه المقومات ان هو خلال سنين ممكن جدا يكون سيمبا التنزاني من الفرق فعلا الصف الاول زي النادي الاهلي والترجي طبعا، وعندهم نموذج يحتذى به النهارده هو النادي الاهلي اكيد.